السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن من أفضل العبادات التي دعا إليها الشرع ورغب فيها قيام الليل، فهو دأب الصالحين وتجارة المؤمنين. ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم جل وعلا، فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه من عظيم العطايا والهبات. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. وقد ذكرهم الله جل وعلا بأحسن الذكر، فقال سبحانه: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله: مد الصلاة كابد الليل ومد الصلاة إلى السحر، وجلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياب. قال الشاعر مادحاً قومه وكانوا أهل جد واجتهاد في طاعة الله: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أمر الله جل وعلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وحثه عليه. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمتثل لهذا التوجيه الرباني الكريم، فيقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول القيام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة: يا نبي الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتى عليه الصلاة والسلام بصورة البقرة، فقلت: لعله يركع عند المئة. فاستمر عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة: فقلت: لعله يكتفي بها ويركع. فاستمر عليه الصلاة والسلام فقرأ النساء وآل عمران في ركعة واحدة. وكان إذا مر بآية رحمة
سأل الله تعالى الكريم فضله، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام 5 أجزاء في ركعة واحدة. هكذا كانت عبادته عليه الصلاة والسلام، كانت عبادة عظيمة فيها جلد وصبر على طاعة الله، بل كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام الليل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر: فكان أبي بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قيام الليل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وتبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ألا يقوم من آخر من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يزال كذلك سبحانه حتى يضيء الفجر. قال عمر: لولا 3 ما أحببت العيش في هذه الحياة الدنيا: الغزو في سبيل الله، ومكابدة الساعات من الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم الأسباب المعينة على قيام الليل التبكير في النوم. فللأسف أن الكثير من الناس يسهرون، وبعضهم يسهر إما على مشاهدة ما يحرم، أو على جلسة قيل وقال، أو شرب دخان، أو لعب ورق، أو غير ذلك من الأمور التافهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وصلاة التراويح في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، فصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، فعلى ذلك فالتراويح من قيام رمضان. فعلى المؤمن العاقل ألا يضيع هذه الفرصة وأن ينتهزها، فما هي إلا ليالي معدودة ثم تنقضي، قال سبحانه: أياما معدودات. وعليه كذلك أن يحرص أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين، ومن عتقائك من النار. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.